اليوم نحتفي بإنجاز امرأة عراقية، هي أم مثالية بالفعل، هي محاربة بالفعل. ما مرت بي مو بالأمر الهين، كانت من أحلى الصدف بحياتي أنه التقيتها ببغداد قبل فترة بسيطة. هي مو صاحبة قصة نجاح فقط، وإنما هي ملهمة للكثير من النساء والأمهات تحديدا. تضع تجربتها مع بنتها آية وابنها محمد المصابين بالتوحد وبنفس الوقت مكفوفين أمام الجميع، اخذتهم إلى منطقة آمنة بعيدة عن التنمر، بعيدة عن التعنيف إلى اللي تعرضوا إليه، وتقدم فيديوهات توعية ونصائح مهمة من وحي تجربتها. الكثير من متابعيها يتمنون لو كانت أما لهم. نعم، الأمومة مسؤولية كبيرة وعطاء لا محدود، وهي خير مثال ونموذج المرأة العراقية. أرحب بضيفتي من بغداد السيدة شيماء الهاشمي، تنضم لنا من استوديوهات الشرقية ببغداد. مرحبا عليكم، كل عام وانتي بألف خير، كل عام وانتي متألقة وناجحة، وأشكرك كلش هواية على هذا الكلام. والله قليل بحقك، كلش هواية، والله قليل بحقك شيماء عزيزتي حبيبي. تجربتك يعني كثير، انتي معروفة بالعراق، شخصية يعني أصبحتي شخصية عامة وإلش نشاطات كثيرة، لكن للي ما يعرف شيماء أو بعد أنه ما مطلع على تجربتها، فضروري نعرف كيف استعدت شيماء لكل هذا. سمعتيني شيماء؟ كان الصوت ما واصل. بس عيدي هذا ما سمعت. راح حبيبتي شيماء، احنا اليوم نريد نعمم تجربتك. بدي اقول شلون استعديتي لكل هذا بعد انه انت بعد تجارب كثيره ويا مؤسسات، ما اعرف اذا كانت حكوميه او غير حكوميه، عانوا اولادك الكثير، شلون انت استعديتي ل انه تاخذين المسؤوليه بالكامل وتوصليهم للمرحله اللي ان شاء الله راح يتعرف المشاهدين بها وين وصلوا؟ تفضلي. شوفي، مثل ما تعرفين انت، هنا احنا بالعراق ابدا ما عندنا اي ثقافه عن ماهيه التوحد، ما عندنا مراكز تستقبل دول الاطفال، ما عندنا مراكز تاهلهم، مراكز ممكن انه تنمي مهاراتهم. دخلت بنتي آية بأكثر من مركز، وأني دائماً أقولها صار عندها رد فعل عكسي بسبب يعني التعامل العنيف، بسبب أنه تعرضت أيضاً للتحرش بأحد المراكز. تراجعت آية كل شيء هواية. خلص بديت قررت أنه خلص أنه أنا أعتمد على نفسي، أنه بعد ماكو شيء رح يفيدني، يعني حتى لو رح أظل أفتر وأروح وأجي. طبعاً أكثر 10 سنوات متتالية أني أدور من مركز لمركز، من مكان لمكان. أنا دا أحكي لك هذا الحكي قبل تقريبا يعني 10 سنوات، يعني آية هسه عمرها 17 سنة. نعم. أي آية هسه عمرها 17 سنة، أنا من عمر ال5 سنوات أنا مسجلة آية بأكثر من مركز. إلى أن بديت خلاص تيقنت إنه أنا ماكو أحد، أنا أم، خلاص هاي مسؤوليتي، الله سبحانه وتعالى خصني بهذه المسؤولية عن غيري، الحمد لله والشكر على كل حال. بديت أقرأ، بديت أدخل ورش، بديت أدخل دورات تأهيلية، بديت أقرأ عن شنو التوحد، السلوكيات الموجودة عن أطفالي، شلون أقدر أقلل من عدها، والحمد لله وشكر أقدر أقول ليش نجحت بنسبة 50%. إجا محمد، محمد خلاص بديت وياه من أول يوم، يعني بديت أشوف أنه أكو تشابه بين محمد وآية. أول ما أجوا للدنيا افتهمت أنه موضوع ممكن يكون وراثي يعني أو جيني، بس ما ليها سما، ما أعرف شنو سببه يعني. محمد بديت وياه من أول يوم، اكتشفت بيهم مواهب، آية تحفظ كلش، عندها قدرة على الحفظ ما تنسى نهائيا. محمد اكتشفت بيه مواهب ثانية مثل ما قلت يا سعد تشوفوها، العازف على آلة البيانو، الغناء، يحفظ يعني عندهم قدرة مع الحفظ مو طبيعية. قام يساعدني، صار وياي معلم انه احنا نحاول نأهل آية، لأن آية كلش متعلقة بمحمد وكلش تحبه، فقام حتى يساعدني بتأهيل آية وتدريبها، صار مساعد. شيماء يعني والله ما اعرف عاز شلون اعبر لك عن يعني الشيء سويتيه، شيء عظيم وما شاء الله عليه اكل الجو. في اكو هواي فيديوهات، بس احنا يعني نريد نحكي ويا شيماء. ما خلى شيء الآية. ما شاء الله عليه.
الله يسلمك حبيبتي. هو اليوم صانع محتوى، محمد عنده حساب وصانع محتوى، وهو دا يتعامل مع فنانين. شنو القادم، شنو القادم من ناحية الأغنيات؟ شوفي اكو فتشي هسه، هذا اكسكلوزيف، هذا للشرقيه، حصري. اكو اغنيه راح تسجل في شهر رمضان الكريم ان شاء الله، هذا حصري للشرقيه، وان شاء الله الشرقيه هي هم تعرضها، تكون اول القنوات تعرضها. ان شاء الله راح تكون اغنيه خاصه لشهر رمضان المبارك، ايضا ويا الفنان محمد سجاد، راح يكون يعني تهليل بمناسبه قدوم شهر رمضان. نعم. وايضا الفنانه العراقيه القديره فيروز العراق اللي هي سيتاها كوبيان، انطت لمحمد قبول بتسجيل اغنيتها من جديد اللي هي دروب السفر، راح يصير ايضا توزيع جديد بها، وايضا بصوت محمد. هم ان شاء الله شرقيه تكون اول الناس. يلا ان شاء الله نعرضها بالظهيره ان شاء الله، وباغنيتها على رمضان ان شاء الله نعرضها. ان شاء الله. هو اكثر شيء شنو حاب؟ اكثر الغناء، العزف، ركوب الخيل، ما شاء الله وايد نشاطات. شوفي هو كل شيء يحبه، يعني هو كل شيء يعجبه يحبه. الغناء بالبدايه انا كنت كلش متخوفه من عنده، لكن بسبب تشجيع الفنان محمد سجاد، يعني كلش تحيه له، انه شجع علي ان قال لي اذنة موسيقيه مو طبيعيه. ما شاء الله. اذنة مو طبيعيه، بدينا بمرحله الغناء، العزف طبعا العزف فتشي، يعني قام بعد انه مجرد انه ما يسمع النغمه يعزفها. ايضا شفتي مثل ما انت عرفت ويا استاذ مصطفى المنصور هم كان ضيف وياكم. وآية هي تحب ركوب الخيل ما شاء الله شاطره، ما اعرف ليش ما طلعوا الفيديو مالتها. طيب آية اريد اقول انه انت اسستي مؤسسه مميزون، شو النشاطات هذه المؤسسه؟ نعم، مؤسسة مميزون، أنا سميتها مميزون لذوي الهمم والقدرات. تأسست العام بشهر الرابع، سوينا بها 3 كرنفالات، يعني ركزنا بها على الأطفال اللي هم الداون أو التوحد، الصم والبكم والمكفوفين، اللي عندهم مهارات نقدر إحنا نستقطبها وننميها، وبنفس الوقت نسلط الضوء عليها. من حتسلطين الضوء على هذه المهارات ورح تبدين يعني إنه الطفل يحس نفسه إنه هو صار مقبول لدى الناس. نعم. وانه فكره الدمج مع الاطفال الباقين. نعم. سوينا 3 كرنفالات، كرنفال ربيع مميزون كان في معرض بغداد، كرنفال ايضا كرنفالات 2 بالقشله ايضا هم كانوا. نعم. يعني صار لها صدى كلش قوي وحضور كان كلش رائع، والحمد لله وشكر قدرنا نفرح الاطفال. وقدرنا ايضا هم يبيعون لهم ويشوفون الناس يتعرفون على طاقاتهم. شنو الخطوه القادمه شيماء؟ الخطوة القادمة اللي أتمنى إنه أنا أولاً تعرفين ست رقية، هذا الشيء حتى يستمر لازم يكون عندي دعم، والدعم لازم يكون دعم قوي. الخطوة القادمة إنه يكون مركز لتأهيل ذوي الهمم، تأهيلهم، تعديل سلوكهم، تنمية مهاراتهم، خاصة اللي عندهم مهارات. شلون ما شفتي أنت يا سم محمد تقولين ما شاء الله عليه، أكو هواية مثل محمد لكن ما عليهم تسليط ضوء، وأيضا بسبب إنه إمكانيات أهلهم المحدودة ما يقدرون يستمرون بهذول الأطفال. فانه انا اتمنى يكون هذا يعني المركز ان شاء الله راح ابقى مصره على وجوده، وان شاء الله راح اقدر اسوي واقدر احصل دعم ان شاء الله باذن الله واستمر به. ان شاء الله تحصلين الدعم المطلوب، وتجربتك خير دليل، تجربه حيه ان شاء الله. ويعني شيماء عزيزتي والله وجودك ضروري بهالحياه، وكل النساء اللي مثلك، لانه يحسسونا انه الدنيا بعد بخير، وممكن انه الاطفال بحاله ايه ومحمد ممكن ننقذهم من كل ما يتعرضون الى مجتمعيا من عداء ومن عنف ومن نبذ الى منطقه امنه ويعيشون حياتهم. شوف الحياه اللي انت وفرتيها لهم يعني احلى حياه، فاني اشكرك وانت فخر لنا عزيزتي شيماء، اتمنى انه يتحقق حلمك وطموحك بان تكون هناك مؤسسه لذوي الهمم. شيماء تحتاج دعم. شكرا جزيلا، نورتي ظهيرتنا اليوم. ان شاء الله. كل يوم انت بالف خير، انت واولادك. انا اللي اشكرك، وانا اللي ممتنه منك، وكل عام وانت بالف خير وناجحه ومتالقه ان شاء الله، شكرا جزيلا. شكرا اضفتي اليوم للظهيره. شكرا.